السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي أعراض سرطان الرئة؟ عافانا وعافاكم الله. بداية، من الممكن أن تظهر العديد من الأعراض المختلفة، وبداية التي تتلخص في تغيير الصوت، حيث يعاني بعض المصابين من بحة في الصوت، وأيضا فقدانا كبيرا للشهية، فبالتالي يرافق ذلك انخفاض كبير في الوزن، وأيضا إصابة الصدر ببعض أنواع العدوى وبشكل متكرر، مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي، وأيضا الإصابة بالسعال بحيث يتفاقم مع مرور الوقت، وفي بعض الحالات قد يكون السعال مصحوبا ببعض الدماء، أيضا ضيق التنفس الشديد وخاصة في ساعات الليل المتأخرة، وأيضا الإصابة بصداع غير مبرر وغير واضح، وأيضا كما ذكرنا من الممكن أن يؤدي ذلك الأمر إلى فقدان الوزن، وأيضا من الممكن أن نلاحظ ظهور صوت صفير عند القيام بعملية التنفس وصعوبة القدرة على المشي لمسافات طويلة دون راحة، وأيضا الشعور بآلام شديدة في منطقة الصدر والعظام بمختلف أنحاء الجسم. أتمنى لكم الشفاء العاجل.